صدمة المبادرة الأممية لم تفقد الحكومة قدرتها على المبادرة، فبعد تحرك شعبي واسع النطاق مؤيد لمواقف الرئيس هادي ورافض للمبادرة، صعدت الحكومة من إجراءات المواجهة مع الإنقلابيين ليس على المستوى العسكري فقط، وإنما أيضا على الصعيد السياسي والدبلوماسي. نقل عمليات البنك المركزي كان هو الخطوة الأهم التي أقدمت عليها الحكومة في مؤشر على جديتها في استعادة دور العاصمة المؤقتة عدن وممارسة صلاحياتها الدستورية من هذه المدينة. وعلى إثر دعوات وجهتها الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب إلى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة، يبدو أن أصداء دعوة كهذه وصلت إلى مسامع البعثات الدبلوماسية. البعثة الصومالية من أوائل البعثات الدبلوماسية التي قررت استئناف نشاطها في اليمن من العاصمة عدن، وفق بيان للخارجية اليمنية التي اعتبرت هذه الخطوة دعما للحكومة الشرعية، ودعت بقية البعثات إلى نقل بعثاتها إلى عدن. تراجع حدة التحديات الأمنية التي شهدتها عدن خلال الفترة الماضية يبدو أنه شجع الحكومة لتوجيه الدعوة للبعثات الدولية لاستئناف نشاطها من هذه المدينة الواقعة على الخليج الذي يحمل ذات الاسم.